نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله أخت الشهيد. أختنا تقول: أنا الحمد لله أعرف تماما حق الوالدين وما لهما من حق وأفضلية، أقوم بكل ما استطعت من قوة بمساعدة والدتي والقيام بكل ما تحبه وترضاه. أحاول أيضا نصحها، أنا لا أقول إن والدتي تكرهني لأني أعلم أنه ليس هناك والدة تكره أولادها، ولكن أقول إنها تضايق بكل طريقة، فهي دائمة السباب لأتفه الأسباب، ودائما ما أن أختي خطأ بسيطا إلا وتقوم الدنيا ولا تقعدها، كما أني حريص كل الحرص على أن أرضيها وأحرص على برها، أضحي بكل ما لدي لإسعادها، كل ذلك رضاء لله تعالى. والله الذي لا إله إلا هو، إن قلبي يتقطع ألما حيثما لا أجد وسيلة لإرضائها، فهي تسبني بكثرة ولا تحب الكلام معي إلا بالسباب، وأقابل كل ذلك بالصمت حيث لا أرد عليها بكلمة واحدة حتى لا أفقد أعصابي في التكلم معها. فضيلة الشيخ، أرجو أن ترشدني وتريح قلبي، هل أعتبر عاقة لأني أخاف من العقوق، حيث أنني بعض الأحيان تمر علي فترات لا أتكلم معها لأنه ليس لديها إلا الشتم ولا تكلمني أبدا إلا بهذه الطريقة، أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن حق الوالد عظيم، والله أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر ببرهما، وأمر بطاعتهما بالمعروف، لما لهما من الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على الولد. الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالد يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة لأكديته وأهميته، ونهى سبحانه وتعالى عن الإساءة إليهما ولو بأقل شيء. قال سبحانه: ولا تنهرهما، ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وما ذكرته السائلة من أنها تحسن إلى والدتها، ولكن والدتها تقابلها بالإساءة وبالغلظة، فالواجب عليها الصبر والاحتساب، وهي مأجورة إن شاء الله على صبرها واحتسابها وإحسانها إلى والدتها، لأن فضل والدتها عليها أكثر مما يصدر منها من الإساءة اليسيرة. ولكن على الوالدة وعلى كل والد أن يحسن أخلاقه مع أولاده ويعينهم على بره ولا ينفرهم ولا يستعمل معهم الغلظة، فإنه مطلوب من المسلم مع كل أحد حسن المعاملة. قال تعالى: وقولوا للناس حسنة. فإذا كان هذا مع عموم الناس، فمع الأقارب من باب أولى، بل مع أقرب الأقارب وهم الأولاد من باب أولى. فعلى هذه الوالدة أن تحسن أخلاقها، وأن ترفق بابنتها، وأن تعينها على برها.